سنة 1971 حب عالم النفس دكتور فيليب زيمباردو انه يعرف اجابة سؤال مهم جدا ممكن كلنا نكون سألناه لنفسنا في يوم من الايام، هل بتحكمنا ظروف شغلنا وبتأثر على طبيعتنا كبني ادمين وسلوكنا ممكن يتغير فعلا 180 درجة، ولا الطباع الخفية اللي جوانا ومستخبية هي اللي بتسيطر علينا وقت ما يكون في ايدينا القوة الكافية والغير محدودة اللي ممكن نقدر نحكم بيها على انسان تاني؟ سؤال في غاية الاهمية، اتعمل عن تجربة بالتأكيد هتخليك تغير منظور تفكيرك وتعرف انك مش ملاك حتى لو كنت فاكر نفسك كده. والسؤال الاهم هنا، ليه دكتور فيليب قرر ينهي التجربة دي بعد 6 ايام بس على الرغم ان المدة المحددة كانت اسبوعين؟ انا محمود شعبان، وقبل ما نبدأ لو لسه جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار بالحلقة الجاية من الزرار الاحمر اللي تحت. يلا حضر كوباية الشاي الحلوة وقابلني بعد الانترو عشان تعرف القصة من أولها لآخرها. في أكتوبر سنة 2004 اتهموا رقيب في الجيش الأمريكي اسمه إيفان تشيب بفضيحة تعذيب كبيرة حصلت في سجن أبو غريب في العراق، وطبعا كلكم عارفين إيه اللي كان بيحصل في سجن أبو غريب بالذات. المهم إن وقتها نشرت المحكمة العسكرية تفاصيل في غاية الأهمية وتعلقت بإساءة معاملة السجناء وحرمانهم من النوم، والموضوع وصل لإذلالهم جنسيا. علشان كده طلب إيفان بوجود شاهد غير متوقع علشان يدافع عنه، وكان الشاهد ده هو دكتور فيليب عالم النفس في جامعة ستانفورد وبطل حلقتنا النهاردة. وبسبب شهادة دكتور فيليب خد إيفان حبس لمدة 8 سنين بس بعد ما كان الموضوع كبير جدا وممكن بسببه يقضي حياته كلها في السجن. والسبب اللي قدر فيليب يقنع بيه أعضاء المحكمة بتخفيف الحكم عن الرقيب بتاع الجيش الأمريكي إنه قال ليهم إن الرقيب تصرفاته ما كانتش نابعة من شخصيته وإرادته، إنما بسبب البيئة اللي كان عايش فيها وسمحت ليه بتطوير سلوكه لحد ما وصل للنقطة دي. إيه هي بقى التجربة اللي قدر دكتور فيليب عن طريقها يخفف سنين سجن الرقيب الأمريكي؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة، يلا بينا. زي ما قلتلكوا في أول الحلقة إن دكتور فيليب في السبعينات عمل تجربة نفسية قدر من خلالها يعرف طبيعة النفس البشرية ممكن توصل لحد فين لو كان تحت ايدها القوة بانها تسيطر على حياة شخص تاني. وعلشان يقدر انه ينفذ خطته كان محتاج مجموعة من الاشخاص بيتمتعوا بالصحة النفسية العالية، وحط تحت كلمة صحة نفسية دي 100 خط، لانه حب يعمل دراسته باشخاص طبيعيين ودودين لا ليهم سجل اجرامي ولا دخلوا في اي مشاكل قبل كده، وحتى سلوكهم ما كانش عدواني خالص. المهم بعد ما دكتور فيليب عمل اعلان بمقابل مادي اعلن فيه عن احتياجه لعدد من الاشخاص بصفات محددة، اتقدم ليه حوالي 75 شخص، وبعد مقابلات ودراسات سلوكية اجريت عليهم اختار دكتور فيليب 24 شخص منهم بس. وقتها قال ليهم دكتور فيليب عن الدراسة واللي محتاجه منهم والمسموح واللي مش مسموح، وقسم المتقدمين لفريقين، فريق من السجناء والتاني هيكونوا السجانين. ومن بعيد لبعيد كان دكتور فيليب بيراقب اللي بيحصل بينهم وبيسجل كل سلوك يطرأ عليهم. واول حاجة نفذها دكتور فيليب انه مشى الموضوع كأنه حقيقي بالظبط، واتقبض على الطلاب اللي المفروض هيعملوا دور السجناء بشكل طبيعي جدا واتاخدوا من بيوتهم على السجن على طول، غير انهم خدوا بصماتهم وصورهم ولا كأنهم مجرمين بجد. وطبعا ده كله هيأثر على سلوكهم بعد كده، فركز معايا كده علشان اللي جاي مش هتقدر تتوقعه. بعد ما الطلاب وصلوا للسجن اللي هيحصل فيه الدراسة قابلوا هناك السجانين واللي كانوا لابسين لبس زي السجانين بالظبط، وفي ايدهم العصيان وصفارات الانذار، وحب فيليب ان السجانين يكونوا لابسين نظارات طول الوقت علشان يمنع التواصل البصري بين المسجونين والسجانين. وفي الليلة الاولى كان الحراس قرروا معاقبة السجناء اللي ما كانوش بيسمعوا الكلام وحبوا يتمردوا من اليوم الاول عن طريق اجبارهم على النوم على ارضية باردة، ولو عرفوا يناموا كانوا بيعملوا ليهم ازعاج في اليوم التاني ولا يحتمل. علشان كده كانوا بيمنعوهم من النوم اصلا، وخد بالك قلة النوم دي بتدمر سلوك البني ادمين، ولو خدت بالك هتلر بذات نفسه كان بيعاقب بيها حبايبه اللي في السجون علشان يوصلهم لحد الجنون بكل سهولة. المهم ان في اليوم التاني بدأ واحد من المسجونين ينهار حرفيا وفضل يصرخ وحصل له نوبة غضب وصريخ، وده اللي اضطر دكتور فيليب انه يستبعده خالص من التجربة ويخليه يرجع بيته. وبدوره كان رد فعل السجانين اغرب واغرب، لان عدد منهم كان المفروض يرجع بيته ويجي الصبح لكنه تطوع انه يكمل الليل كمان في السجن علشان يأدب المسجونين بشكل اكتر اللي تمردوا في اليوم الاول. ما هو حكم النفس على النفس من اصعب ما يكون.
وبعد ما مشي الطاقم الطبي اللي كان بيراقب التجربة ورجعوا لبيوتهم، استغل السجانين فرصتهم ونزلوا ضرب في المسجونين، واستخدموا في ده طفايات الحريق وحبسوا منهم المتسبب في التمرد من الأول في حبس انفرادي. أما المسجونين اللي ما كانش ليهم علاقة بأي حاجة، عقابهم كان عدم السماح ليهم باستخدام دورة المياه، والبديل كان جرادل بيقضوا فيها حاجتهم. وفي اليوم الثالث أجبر السجانين المسجونين إنهم يقفوا في أوضاع مجهدة وصعبة لساعات طويلة بدون أي ملابس. ومن بعدها وبدأت الأمور تتعقد وتمشي في مسار ما كانش دكتور فيليب متخيل إنه ممكن السجانين يوصلوا له بالسرعة دي، لأن علامات السادية المتطرفة ظهرت على السجانين اللي كانوا بيبتكروا أساليب جديدة ومختلفة كل يوم علشان يعذبوا بيها المسجونين. وعلشان السبب ده اضطر دكتور فيليب ينهي التجربة في 6 أيام بس، بعد ما كان مقرر إنها تفضل لمدة 2 أسبوع. ومن بعدها وبقت تجربة سجن ستانفورد تجربة كلاسيكية في علم النفس البشري وديناميكيات القوة البشرية، ويمكن لأن نتائجها كانت مذهلة بالمعنى الحرفي عشان الأشخاص اللي شاركوا في الدراسة استوعبوا أدوارهم بسرعة لدرجة إنهم نسوا إنهم عاشوا حياة تانية غير الدور اللي لعبوا فيه المسرحية دي. فهتلاقي السجانين اتعاملوا بوحشية استثنائية ومنقطعة النظير، أو زي ما تقول كده كانوا متأكدين إن محدش هيقول ليهم انتوا عملتوا ليه كده لما كنتوا سجانين، أو يحاسبهم على اللي عملوه. وعلى الجانب الآخر اتحمل المسجونين انتهاكات غير طبيعية لحقوقهم، والأغرب من كده بقى إن في طلاب كتير ودكاترة نفسيين كانوا بيتابعوا التجربة من بعيد، ومحدش فيهم اعترض ولا حرك ساكن بسبب المعاملة الوحشية اللي تعرض ليها المسجونين دول في التجربة. وبعد 2 أسبوع بس من انتهاء التجربة حصل تمرد بين سجناء سان كوينتين وأتيكا، المعروفين انهم من اكتر السجون تعنيف في امريكا، وبيحصل فيهم معاملة غير آدمية للمسجونين. علشان كده استدعت المحكمة دكتور فيليب للإدلاء بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب، وكان الغرض من الاستدعاء ده إنهم يعرفوا ظروف السجن وتأثيره على السلوك البشري، لأن دكتور فيليب كان دايما مؤمن بأن الظروف الخارجية هي اللي بتأثر على شخصية الفرد، وكمان بتحدد إزاي بيتفاعل الناس تحت الضغط. ونتيجة للأبحاث اللي الدكتور فيليب عملها تم اتخاذ قرار مهم في سجون الولايات المتحدة، وكان عبارة عن فرض ضوابط وحماية أكتر لنزلاء السجون. وفي النهاية لازم نعرف ان ردود الفعل احيانا بتكون مشروطة بالبيئة المحيطة بالشخص، واللي بسببها بياخد قرارات في حياته يمكن ما كانش يتوقعها، وان الانسان ممكن انه يتحول لوحش حقيقي لو بس حطيت في ايده شوية سلطة غير محدودة، وان السلطة المطلقة بتخرج اسوأ ما في النفس البشرية. تجربة دكتور فيليب اتعرضت لانتقادات كتير زيها زي اي تجربة اتعملت وهتتعمل، وشاف بعض النقاد ان السجانين لعبوا ادوارهم لانهم سمعوا عنها قبل كده او شافوها في افلام او مسلسلات، وان تصرفهم ما كانش نابع من داخلهم، والموضوع كله كان مجرد تمثيل للدور اللي هياخدوا عليه مقابل مادي في الاخر مش اكتر. غير ان في شخصين من السجانين كانوا بيتعاملوا مع المسجونين بكل لطف، بس الغريب ان دكتور فيليب ما جابش سيرتهم نهائيا ولا علق على تصرفاتهم خالص. تفتكروا ليه؟ هل كلنا فعلا فينا بذرة الخير اللي ممكن تتغير للشر تحت الظروف الصعبة؟ وهل الخير ده حتى لو اتحطينا تحت ضغط ممكن انسانيتنا تتغلب على الشر وعلى الظروف القاسية اللي احنا اتحطينا فيها؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، وحابين نشكركم على استماعكم لينا، وما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد في الحلقات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.